هكذا أثث التلاميذ ركح المسرح البلدي بصفاقس فأقنعوا وأبهروا في تتويج لنشاط نوادي الموسيقى. فرحانة ياسر التجربة مزينة اللي عملتها، ونتمنى نقدم أكثر وحاجة أنا نحبها ونعمل فيها. آخر مرة خدمناها ولد عمي قبل الكورونا قبل الكوفيد، وستي أجريابل، وكان فما تغطية مزيانة وكان فما حضور مزيان، وتوا كيف كيف فرحانين جدا باللقاء هذا وبالمشاركة. يتبادل اليوم 5 مؤسسات تربوية، 2 إعداديات و3 معاهد، استعدادا للملتقى الوطني للموسيقى بالوسط المدرسة الذي سيلتئم أيام 18 و19 و20 مارس بولاية سيدي بوزيد. الموسيقى في الوسط المدرسي مروحة بين الفن والتربية وترويح عن النفس بما يهذب الذائقة، مع كثير من التفاعل والتواصل وإعادة ترتيب أوقات الفراغ. تلك هي رسالة هذا المهرجان. في المرحلة هذه هي فرصة باش واحد يعبي الوقت الفراغ نتاعو، باش يتفرهد، باش يعبر على روحه. ثم برشا عباد تعبر على روحها بالموسيقى. الموسيقى كانت لي كالمتنفس من الذات نتاعي، وخلتني اني نطور من روحي اكثر من انها كانت تتقلق فيها. نوادي هذوما يشجعوهم، تعطيهم طاقه ايجابيه، معناها يكونوا فرحانين برشا، فهمت؟ هيك التعب الكل يتنحى. بنتي حتى بيريود لي زيكزامان وتبدا شارجي باللي زيتود ولا بالقرايه وبالمراجعه، تقولي نحب نمشي للموسيقى. نحاولوا قدر الامكان، ما احناش مربوطين احنا بتوقيت ثقافي، احنا عندنا في المعهد من الساعتين للاربعه نهار الجمعه، لكن احنا قدر الامكان نحاولوا انه ديما نتقابلوا، نهار السبت نهار احد وين تجينا فرصه نتقابلوا باش نبرفوا احنا عائله واحده اسره واحده. اتليم ذات هذوكم وليداتي وبناتي. المهرجان الجهوي للموسيقى بالمرحله الاعداديه والتعليم الثانوي لمندوبيه صفاقس واحد انفتح في دورته الجديده على شراكه مع البلديه، بما يؤمن جوده في الاعداد وعروضا ثقافيه متنوعه، تنوع الإبداعات في الوسط المدرسي.